وهذه الأراضي يعني خلينا نقول مش غنية كثير، تربتها بيضة مالحة، تحتاج إلى زبل، تحتاج إلى مياه، والمياه طبعا تفتقر مياه الأمطار، والأمطار قليلة جدا في هذه المنطقة وخاصة جنوب شرق الخليل، أمطار موسمية قليلة جدا. أهم المشاكل اللي تواجهنا هنا في البلدة هون اللي هي مشكلة المناخ اللي هو متقلب بشكل كبير جدا، يعني بالصيف بيكون حار جدا جدا يعني بزيادة، وبالشتاء بيكون عواصف وبرد، يعني حتى الزريعة ما بتحتمل وجودها. زي ما انت شايف في حموتات وفي عدة وفي برابيج وفي كل شيء، والشتاء الموجود دائما، بس مشكلة المياه بنواجهها لانه بعد الشتاء بشهر تكون المي مخلصة، ومرات يعني ما بيكمل الشهر. وبنصير بدنا مي تيجي يوم بالاسبوع يومين بالاسبوع، ما في لها دعم بالمرة، لا من بلدية ولا من وزارة زراعة ولا من اي جهة. أول كنت في قطعة صغيرة يعني مساحتها دلم ونص، كان الدخل من القطعة هذا يعادل 15,000 شيكل. بلشت تكبر معي المساحة، صارت 3 دلم، صار 4 دلم، 5 دلم، صار الدخل يعني بيزيد، كبرت صار معي 25 دلم، صرت أجيب العمال أشدل، يعني العامل يكون قاعد يعني يعني هو يستفيد وأنا أستفيد. الأرض صارت ترجع ل من وراء، يعني إنه الأشجار صارت تقل 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 تقل، صار في عندها تصحر. فالتصحر هذا من إيش؟ من قلة زبل، من قلة عناية، قلة مية. بالنسبة للمياه طبعاً إحنا بنجيبها لأنه ما في، يعني مع بداية الصيف بيكون ما في ظل مياه أمطار، فبنضطر نجيبها من التنكات المياه، وبطلع علينا تقريبا سعر المتر 10 شيكل، مع انه ممكن يوصلنا ب 3 شيكل من سلطة المياه، بس بنضطر نجيبه مع مصاريف سولر ومصاريف نقل. حتى لو اجينا بدنا نزرع او بدنا نعمل او نستغل الارض او نعمر، فائد بتكون التكاليف اكثر من الانتاج. حتى لو اني جبت مي انا او جبت ما زبلت الارض، عملت اي شيء جبته، ولكن في الإنتاج في النهاية الإنتاج لا يغطي تكاليف المصاريف. أهم المشاكل الموجودة اللي هي البضاعة اللي بتيجي من إسرائيل، هاي بس تفوت بضاعة إسرائيل على البلد السعر عندنا بصير يعني أقل من سعر التكلفة، بس ينزل أي نوع من الخضار من إسرائيل أو من الشمال خلاص الأسعار عندنا كلها بتروح، ما في أي حماية لأسعار الفلسطينية. حلوين أنا بعشرة من القشة من أنا بسويدة حلوة حلوة.
يعني مرات لما تكون ما فيش بضاعة إسرائيلية بنت بصير في سعر، في بضاعة إسرائيلية بنزل السعر. هلا هو من أهم المشاكل اللي بنواجهها اللي خلتنا يعني نترك الزراعة، اللي هو ما في نمط زراعي، يعني ما في مسؤولين مهندسين اللي يجوا يشيكوا، يجوا يعرفوا شو المشاكل، شو الأمراض الموجودة، ما فيش عندهم خبرة يعني. طبعاً في حال إنه أجانا دعم للزراعة أو للمياه أو لأي نوع من أنواع الدعم، أكيد راح نرجع لموضوع الزراعة لأنه هو موضوع مفيد في حال كان في دعم. المطالب إحنا يعني بنتوجه لجميع الحكومات أو البلديات، أنا مد شبكات مياه حتى إحنا نقدر نزرع بندورة، نقدر نزرع خضروات، نزرع فاكهة، نزرع أي شيء على المي، ولو شيء القليل، ولا نطلب الكثير، ولكن شيء القليل اللي يساعد يعني اللي يعني نقدر نقف على رجلينا. Thank you.